منير، خلينا نبدأ على طول معاك بحديثنا عن محمد صلاح، نجمنا محمد صلاح. الحقيقة أنا على المستوى الشخصي كنت قلقان شوية بعد الضغوط الكتيرة جدا في موسم الانتقالات الصيفية، بالسوق السعودي، بالأرقام الكبيرة اللي اتعرض محمد صلاح، بالدوشة اللي حصلت الفترة الأخيرة. كنت قلقان على بداية الموسم مع ليفربول، إمكانيات محمد صلاح، الخروج من هذه الضغوط كانت هتبقى عاملة إزاي. الحقيقة فاجئنا كلنا بأداء أكتر من رائع، سواء على مستوى التسجيل أو على مستوى الأسيست اللي دلوقتي يمكن خلاص ضرب الرقم القياسي للعيبة الأفارقة في البريمير ليج ب 63 أسيست. شايف محمد صلاح إزاي؟ وكان عندك تخوف من النقطة اللي كنت بكلم عليها، إن الدوشة الكتيرة اللي حصلت دي كان ممكن تأثر ولو نفسيا على محمد صلاح؟ طبعا أي دوشة على لعيب زي ده بتأثر، زي ما احنا شايفين امبابي مثلا في بي اس جي، الأداء في بي اس جي مش زي الأول، امبابي مش زي الأول برضه بسبب حاجات زي دي، انتقالات وريال مدريد والقصة زي دي. فطبعا كان واحد قلقان إن صلاح يقع في الدايرة دي برضه، ولكن صلاح لعيب محترف على أعلى مستوى. من الصفات القوية فيه إن هو منتاليتي بتاعته قوية، عقلية قوية، بيعرف يحافظ على نفسه، بيعرف يهدى. فلا محمد صلاح تقلق على اي حد، بس محمد صلاح انا كنت واثق ان هو هيكمل على الشغل اللي كان عامله الموسم اللي فات. يعني بتتكلم على الرهان محمد صلاح بسبب شخصيته، بسبب الكاركتر يمكن اللي هو اشتغل عليه فترات طويله جدا، تطور على المستوى البدني، على المستوى الفني ما فيش شك طبعا. لكن كمان بتتكلم في نقطه مهمه، تطور الشخصيه طبعا. ولو اتكلمت على زي انت ما بتقول، اتكلمت على امبابي، بتتكلم على شخصيه مثلا زي نيمار، لعيبه كلها لعيبه رائعه واساطير في الكره العالميه، ولكن تبقى الشخصيه مهمه جدا في تحديد مسار اللاعب، في تحديد نهايه كمان مشوار اللاعب. انا عايز اسالك، شفت زي محمد صلاح خاصه في المباراه اللي فاتت، انتقال محمد صلاح لادوار التهديف بقى دلوقتي كمان ادوار اسيست اكتر من رائع، عايز اخد رايك في ديت. عايز كمان اخد رايك في الاشاده عن طريق يورجن كلوب بان جمله قالها جمله رائعه الحقيقه، انه قال ان محمد صلاح دايما بيكون متواجد لما بيكون محتاجين. اولا محتاجين نتكلم في ان محمد صلاح لعيب ادابتبل. يعني ايه ادابتبل؟ يعني يعرف يلعب بكذا طريقه مختلفه مع كذا مدرب مختلف في كذا دوري مختلف. اللي حصل مش محمد صلاح اتغير، ليفربول اللي اتغيرت. محمد صلاح طول عمره كان عنده امكانيه يبقى بلاي ميكر، بيعرف يوزع كويس، عينيه كويسه في الباصه، اللعيب عنده مهارات كتير، لكن الدايناميك بتاع ليفربول وشكل ليفربول اتغير، نص ملعب اتغير تماما، والاهم من نص ملعب بالنسبه لمحمد صلاح الثلاثه اللي قدام. الفرق بين داروين نونيز وفيرمينو كلاعب فرق كبير، فيرمينو له ادوار مختلفه، كان بينزل من الخطوط، كان بيدي صلاح مساحه انه يقطع لجوه، صلاح دلوقتي بقى بيلعب وايد اكتر، بقى دوره اكتر في الصناعه، لان هو بقى دلوقتي اللعيب اللي بينزل يستلم الكوره، بقى ليه ادوار اكبر في الفيزز المختلفه من الجيم، وشفنا ده انه اتطور في الحته دي. محمد صلاح طول عمره بيعمل اسيستات كتير، طول عمره عينه كويسه في الحته دي. اللي احنا محتاجين نبص عليه هو تغيير شكل ليفربول، وازاي محمد صلاح عرف يادابت ويتعود على تغيير في الدايناميك ده. جوتا دلوقتي بقى يلعب، داروين نونيز، جاكبو، لعيبه مختلفه جدا عن ماني وفيرمينو، فدور صلاح اتغير، وصلاح عشان هو لعيب مهارات عاليه جدا ولعيب محترف، عرف يتعود على التغيير في الفريق ده. وما خدش وقت كمان الحقيقه، لان انت بتتكلم على بدايه موسم، وده ياخدنا لسؤال تاني. يعني شايف ازاي او مقارنه سريعه ما بين بدايات ليفربول الموسم الماضي وبداياته الموسم دوت. النهارده ليفربول يعني خلاص دخل بشكل جيد، والناس بتتكلم ان ليفربول هيكون ليه شكل مميز جدا في الدوري الانجليزي الموسم ده. ليفربول اشتروا كويس في الميركاتو، غير نص ملعب تماما، وده حاجه كان رهان لسه هنشوف هينجح ولا لا. لكن بالذات التمانيتين ميكاليستر واللعيب الثمانية اللي جابوه برضو من لايبزيج، لعيبة كويسة جدا، غيروا من شكل نص ملعب بتاع ليفربول تماما. فأنا كنت أتوقع ليفربول هيتروا بداية كويسة. الفريق اتطور الموسم اللي فات ازاي؟ بأنه بقى زي ما نقول بقى فريق مختلف. هو ليفربول مش بس اتحسن، هو اتغير كفريق. يعني احنا مش بنقول ان احنا جبنا لعيبه زي اللي هي ليفربول بس احسن، لا، احنا غيرنا بروفايل الفريق تماما. بمعنى طريقه اللعب، او تتكلم بروفايل اتغير من طريقه اللعب، هل من شكل الاداء، هل الاعتماد على محمد صلاح كهداف؟ اكيد ما فيش شك على صناعه الاهداف. يعني البروفايل اتغير ازاي؟ اولا البلاير بروفايل، يعني اللعيبه الموجوده اتغيرت تماما عن اللعيبه اللي كانت موجوده الموسم اللي فات. نص ملعب بتاع ليفربول السنه دي مختلف جدا، هو نص ملعب عنده كريتيفيتي اعلى، يعني بيعرف يستعمل الكره احسن، هو هجومي اكتر، ولكن الفرق هو ان هو ما بيعرفش يضغط زي نص ملعب
الموسم اللي فات هندرسون زي ميلنر زي فابينيو. فبنشوف ليفربول السنه دي بيضغط اقل بس بيسيطر على الماتش اكتر, بيسيطر على الماتش بالكوره, بيعرف يستحوذ على الكوره, مش فيرتيكال وسريع زي الموسم اللي فات او زي ليفربول اللي كانت ناجحه جدا مع يورجن كلوب السنين اللي فاتت, ولكن فريق بيسيطر على الكوره اكتر, كنترولد اكتر, بيوزع الكوره احسن, عندهم لعيبه كويره اكتر نقدر نقول. فده غير في البروفايل بتاع الفريق تماما, ونشوف يورجن كلوب عرف ازاي يغير من التكتيك بتاعه ومن شكل الفريق انه يتعود على اللعيبه المختلفه دي حتى غير افكاره بشكل كبير. طيب كمان بعض الناس كانت بتتكلم من سلبيات الموسم اللي فات كان الديفنس لاين او خط الدفاع او خلينا نقول الحاله الدفاعيه لفريق ليفربول ما كانتش في احسن حالاتها. شايف خلال الخمس جولات اللي فاتت في تغيير في هذه المنظومه على المستوى الجماعي على المستوى الفردي بالرغم ما فيش تدعيمات بشكل واضح في خط الدفاع يعني. انا شايف ان التغيير كان جماعي مش خط الدفاع. أوكي. زي ما قلنا ليفربول غيرت طريقه لعبها. فالموسم اللي فات كان ليفربول الاعتيادي ضغط عالي جدا والخط بتاعك عالي جدا دفاعيا. السنه دي لا, ليفربول مسيطرين اكتر, بيضغطوا في اوقات معينه ما بيضغطوش نفس الانتنسيتي بتاع الضغط, فده معناه ان الخط مش محتاج يعلى زي الاول. فبقى في مساحه اقل للعيب زي ترينت اللي هو اضعف شويه دفاعيا انه يدافع فيها. شايفين ترينت بقى ليه ادوار هجوميه اكتر مثلا. بالظبط. فاحنا شايفين ليفربول يورجن كلوب غير من افكاره وغير من رتم الفريق في حاجات كتير عشان يتعود على الشكل الجديد للفريق ده. فانا رايي مش ان دفاع ليفربول اتحسن قد ما الفريق كولكتيفلي كمجموعه اتعود يلعب مع بعض احسن بكتير من الموسم اللي فات, وفي نفس الوقت الافكار اتغيرت على حسب الفريق اللي موجود ده. طيب على ده على مستوى الاداء الفني, على مستوى الاهداف التارجت بتاع ليفربول هل انت شايف هو كمان التارجت بتاعه السنه دي هيكون ايه على مستوى البريمير ليج؟ هل الفوز باللقب, هل وجوده طبعا في مقاعد التشامبيونز ليج اللي خسرها يمكن السنه اللي فاتت وهيلعب اليورو اليوروبا ليج السنه دي, وعايز اخد رايك في الجزئيه دي, مهتم جدا هو باليوروبا ليج ام تركيزه هيكون اكبر شويه على البريمير ليج؟ اعتقد تركيزه هيكون اكبر على البريمير ليج, في الاول وفي الاخر البريمير ليج هو الاساس لنادي كبير زي ليفربول. طبعا اليوروبا ليج بطوله كبيره بس هو مش البطوله اللي ينتمي ليها ليفربول. ليفربول نادي تشامبيونز ليج, الموسم اللي فات كان موسم سيء جدا ووقعوا من توب فور, وده يوريك الدوري الانجليزي دوري تنافسي على اعلى مستوى, ولكن ليفربول مكانها في الشامبيونز ليج. اعتقد هيركز على الدوري, منافسه على البريمير ليج متهيألي هيبقى صعب, متهيألي هيبقى صعب السنه دي منافسه على البريمير ليج. الفريق كويس لكن فريق صغير, كتير منهم اول مره يلعبوا في البريمير ليج, كتير منهم لسه ما تعودوش على المستوى ده وعلى الضغوطات العاليه دي. انا اعتقد ان هم ينافسوا السنه دي منافسه حقيقيه صعب. انا شايف ان لسه سيتي لكن التارجت ان هو من التوب 5 اكيد. انا شايف ان هو التوب 4 متهيألي, حتى السنه دي اعلنوا خلاص ان متهيألي انجلترا تاخد توب 5 في تشامبيونز ليج السنه الجايه للسيستم الجديد بتاع تشامبيونز ليج الموسم الجاي. فانا اعتقد ان ليفربول طموحها, وده طموح واقعي جدا انه خلاص في التوب 4 وينافس على التالت والتاني يكون قريب. بس زي ما احنا عارفين في فرق ساعات بين الاول والتاني بينافسوا, واول والتاني مسافه كبيره. صحيح. انا اعتقد ان السنه دي سيتي هيبقى الاول وارسنال هيبقى اللي بعديه على طول. طب على مستوى طبعا اليوروبا ليج يعني في طبعا منافسه او في مباراه قادمه ليفربول امام لاسك النمساوي, وزي ما بنقول يمكن المجموعه فيها تولوز الفرنسي وفي فريق من بلجيكا, مجموعه مقارنه باسم ليفربول مجموعه سهله. انت شايف ممكن يكون التقسيمه نفسها اللي بيشتغل عليها يورجن كلوب, هل زي ما بقول لك ممكن يدي فرص لبعض الناس في حتى في دور المجموعات دلوقتي, لان زي ما بقول لك فرق كلها متوسطه مش فرق قويه, يكون في تاهيل او تجهيز عناصر مختلفه عن اللي بتلعب في البريمير ليج, ولا هيعتمد بشكل اساسي على نفس المجموعه اللي بتلعب في البريمير ليج؟ اعتقد الموسم ده هيدي فرص اكتر للناس اللي ما بتلعبش, خاصه دور المجموعات في فرق يعني زي ما بقول لك فرق متوسطه طبعًا طبعًا. يعني مجموعه سهله لليفربول. ولكن على طول ما بفكر في اليوروبا ليج بفتكر حاجه كان مورينيو قالها قبل كده. كان مره بيتكلم قال ان هو في رايه دور اليوروبا ليج في دور المجاميع ساعات اصعب حتى من تشامبيونز ليج. طبعا الفرق اسهل بس بتروح تلعب في بلاد صعبه, بتروح تلعب في بلاد بعيده, مسافات بعيده, الفاسيلتيز اقل, ساعات بتلعب فرق او يعني بلاد من مستوى اقل بكتير جدا طبيعي, فساعات بيبقى الماتش نفسه اصعب بكتير جدا. فلازم برضو نحط في الاعتبار اولا ان مش هتبقى مجموعه سهله بس عشان ده ليفربول فمجموعه سهله, لا اليوروبا ليج اعتقد هو كمان مع روما اعتقد الموسم اللي فات او اللي قبليه كان عنده هزيمه من فرقه مغموره يعني في اوروبا. عانى يعني. على فكره هو في اليوروبا ليج السنه اللي فاتت عانى جامد قبل طبعا وصل النهائي, ومورينيو استاذ في انه يكسب الماتش النوك اوت اللي هو صحيح. واحد اللي هو تكسب وتطلع بره يعني,
ولكن في دور مجاميع عانى وعدى بنقطه، وفي خسر مثالي من ريال بيتيز لو انا فاكر صح مرتين، او خسر مره وتعادل مره. نفس الكلام برضو لما كان في الكونفرنس ليج عانى وخسر فاكر 6-1 من فريق برضو فريق مجموعة في اوروبا مش اسم كبير فعلا. ففرق كتير بتعاني في الادوار الاوليه في اليوروبا ليج. انا في رايي ان كلوب مش هيغامر بالبريمير ليج عشان يوروبا ليج، هيلعب برضو بالفريق الاول بتاعه في البريمير ليج على الناس الاقل شويه في اليوروبا ليج والبريمير ليج الناس الاولى يعني. ولكن حاجه محتاجين نفتكرها ان في الاول وفي الاخر فريق ليفربول مش فريق عنده ديبث رهيب، يعني ما عندوش اختيارات كتير جدا، فبرضه هو هيخاف من الاصابات. محمد صلاح ملوش بديل، داروين نونيز للاسف ملوش بديل صريح، ما فيش راس حربه صريح حتى جابو كان بيلعب في نص الملعب. العين نمر 6 اللي جابوه الجديد ملوش بديل، ده حتى ده تعب عمره جابوه، حاولوا يجيبوا كايسيدو ولافيا، فبرضه ملوش بديل. فنوعا ما ما اظنش ان هو هيغامر ويلعب بلعيبه ممكن تتصاب ويخسرها في البريمير ليج. طيب.